ومؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وعضو في العديد من اللجان والمجالس والهيئات والمنظمات. والآن أطلب من الدكتور ناصر تقديم دراسته التي بعنوان تطوير الأنظمة والتشريعات في مجال التربية الخاص في مجال ذوي الإعاقة بالمملكة في حدود من 15 دقيقة حددنا إلى 20 دقيقة، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للأستاذة الدكتورة نورة الكثيري على هذا الإطراء الذي لا أستحقه. ونبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي مستهل هذه الورقة البسيطة أود أن أوضح لكم جميعا أنني لا أستخدم العروض المرئية إلا في بعض الحالات النادرة عندما يكون في جداول، كما أنه لا يوجد معي لا أوراق ولا غيرها، لكني أرجو إن شاء الله أنكم يعني تستمعوا وتنصتوا بشكل جيد وتريحوا أبصاركم قليلا يعني على الأقل في هذه الجزء من الجلسة. فيعني أشكركم كثيرا على الحضور، ونستهل الحقيقة الكلام بأن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. حيوا معي أبو فهد، يستحق التحية. الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه أولى ذوي الإعاقة اهتماما غير مسبوق، تجسد في تأسيسه لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وكذلك أيضا جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. وتلاحظون معي أن هذين الصرحين العملاقين معنيان بالبحث العلمي، على اعتباري أن البحث العلمي هو أهم الوسائل التي يمكن توظيفها للتصدي للإعاقة، سواء بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها. أما الرجل الآخر الذي يستحق منا أيضا التحية والتقدير والشكر والعرفان والامتنان على تنظيم هذا المؤتمر فهو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. حيوا معي أبا سلمان. هذا الرجل الذي عرفناه رائدا في الفضاء ورائدا في السياحة وهو رائد في الإعاقة، تجلى عمله في كثير من الأمور في جمعية الأطفال المعوقين في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، في دعمه المتمثل في التعريف بقضايا ذوي الإعاقة والدفاع عنها ورفع علم يعني الكفاح الصراحة والتحدي وكل الأمور التي تخص هذا الجانب. وأبو سلمان الله يحفظه ويرعاه علم بارز داخليا وخارجيا، وله الكثير من الأعمال في مجالات الإعاقة وغيرها. أيضا نشكر الحقيقة الزملاء في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الدكتور سلطان السديري والدكتور علي العظيم وكل المجموعة الذين سهروا ليلة نهار، اللجان العاملة يعني في هذا المؤتمر اللي سهرت ليلة نهار من أجل إخراج هذا المؤتمر بالصورة التي تليق بمقامكم جميعا. فيما يخص المحاضرة أو العرض الذي سوف أقدمه هو تطوير التشريعات في مجال الإعاقة في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويرعاها منذ تأسيس هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وهي تولي ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة اهتماما كبير، تجلى في دعمها غير المحدود لهذه الفئات. وأيضا رؤية المملكة 2030 كما يعرف الجميع ومهندسها الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. حيوا معي أبا سلمان يحفظه الله ويرعاه. هذه الحقيقة هذه الرؤية اهتمت كثيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة وركزت كثيرا على جانبين مهمين، الجانب الأول هو جانب التدريب والجانب الثاني هو جانب التأهيل، بحكم أن التدريب والتأهيل هما سلاحان مهمان لتمكين ذوي الإعاقة بالانتقال من الفئات المستهلكة إلى الفئات المنتجة. بالنسبة لمجلس الشورى وهو الذي سوف أتحدث عن بعض الأمور التي تخصه، أنا لا أمثل المجلس لكنني أتحدث عن بعض الجوانب التي قام بها المجلس خلال السنوات الأخيرة الماضية. المجلس كما يعرف الجميع
هو معنيا أو هو معني بجانبين، معني بجانب التشريع ومعني بجانب الرقابة. فيما يتعلق بالجوانب الرقابية هو يراجع أداء القطاعات الحكومية ويقترح بشأنها ما يراه مناسبا، وكثيرا ما اقترح بعض التوصيات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. أما فيما يتعلق بالتشريع فهو معني بإما تحديث أنظمة نافذة يعني موجودة أو سن أنظمة جديدة. وفي خلال السنوات الثلاث الماضية صدر عن المجلس وثيقتان مهميتان، وهما وثيقتان تاريخيتان بالفعل. يعني الوثيقة الأولى هي نظام رعاية المعوقين في المملكة، هذا نظام نافذ وقد صدر في سنة 1421، وكان الذي أعد هذا النظام اللي هو نظام رعاية المعوقين في المملكة هو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وكان هناك لجنة إشرافية كانت تتشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ويرعاه، ومعه أيضا نخبة من العلماء والمختصين. كما أن هناك أيضا كان فريق عمل أعد هذا النظام كان يرأسه معالي الدكتور مطلب النفيسة ومجموعة أيضا من الزملاء والزميلات في هذا المجال. طبعا هذا النظام كما تعرفون صدر في سنة 1421، لكنه مع الأسف الشديد لم يفعل، والسبب أن المجلس الأعلى الذي نصت المادة الثامنة من هذا النظام على إنشائه لم يشكل. نعم صدر الأمر يعني باعتماد النظام، وصدر أمر ملكي أيضا بتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز لما كان ولي العهد أيضا رئيسا لهذا المجلس، لكنه لم يشكل وبالتالي لم يستفد من هذه الآلية الأولى. الآلية الثانية نصت المادة الثانية عشرة من على أن يكون للمجلس الأعلى ميزانية، لكن نظرا لأن المجلس لم يشكل فلم تعتمد هذه الميزانية. كذلك نصت المادة الرابعة عشرة من النظام القديم نظام رعاية المعوقين في المملكة على أن يكون له أمانة عامة تعنى بتفعيل الأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة عن هذا المجلس، لكن هذه الأمانة للأسف الشديد أيضا لم تشكل. وعلى هذا الأساس عندما لم يعني تفعل الآليات الخاصة بهذا النظام لم يستفد ذو الإعاقة كثيرا من هذا النظام. لذلك رأى مجلس الشورى قبل يمكن 4 سنوات رأى تعديل هذا النظام، وتم التعديل بالفعل، وتم التعديل بدءا بالعنوان. العنوان بدلا من نظام رعاية المعوقين في المملكة أصبح نظام حقوق ذوي الإعاقة في المملكة. وطبعا هذا التعديل انطوى عليه أو قام على أمرين مهمين. الأول تم تحديث جميع المفاهيم والمضامين التي قام عليها النظام القديم، بما أدى إلى تحول البيئة التشريعية في النظام الجديد اللي هو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو سمينا الحقيقة نظام حقوق ذوي الإعاقة بدون الأشخاص. هذا النظام أصبحت البيئة فيه التشريعية واضحة، وهي أنها تقوم على أساس التحول من البيئات الرعوية إلى البيئات الحقوقية والتنموية. فالتعديل الأول إذن عدل في التعديلات في المفاهيم والمضامين وفقاً لما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006 وصادقت عليها ووقعتها المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويرعاها 2008. وعلى هذا الأساس فالجزء الأول في التعديل في النظام الجديد شمل جميع المفاهيم والمضامين الخاصة بهذا الموضوع. الجانب الثاني وهو الأهم، الآليات أيضا تغيرت في النظام الجديد، فبدلا من إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، طبعا هذا المجلس أيضا ألغي ضمن يعني المجالس العليا التي ألغيت لما جاء لما صار فيه الهيكلة الجديدة في المملكة، والتي سعت إلى الإصلاح والارتقاء بمستوى الأداء في القطاعات الحكومية، كان من ضمن هذه المجالس المجلس الأعلى فألغي. ولذلك النظام الجديد حل محله الآن هيئة عامة اسمها الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا في النظام اللي هو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الهيئة يعني المفروض فيها وحسب النظام أنها ترتبط إداريا وتنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويعين لها رئيس بمرتبة وزير يعني يكون هو الرئيس العام لهذه الهيئة، وتكون أيضا مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي إلى آخره.
طبعا الذي حدث وسمعتموه في الآونة الأخيرة أن هناك أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويرعاها أصدر تنظيما يختص بهيئة جديدة تختلف إلى حد كبير عن الهيئة التي اقترحها نظام حقوق ذوي الإعاقة. فالهيئة التي تم اعتمادها والتي هي الأصل الآن يعني الموجودة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تعتمد، إنما الذي اعتمد بالفعل هو تنظيم هيئة جديدة، والهيئة الجديدة تتبع تنظيميا وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية هو رئيس مجلس إدارتها، والمجلس يتشكل بناء على اختيار مجموعة أو يعني ممثلين لكل القطاعات الحكومية بالإضافة إلى 2 من الأشخاص ذوي الإعاقة و2 من أولياء أمورهم. يعني التنظيم الجديد الذي صدر عن مجلس الوزراء الموقر يختلف تماما عن الذي صدر أو الذي كان يفترض أن يكون في النظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا كون الهيئة تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا ليس خطأ، ولا أظن أنه إن شاء الله سيؤثر على هذه الهيئة، وإن كان فيه بعض الملاحظات يعني على هذا الموضوع، لأن طبعا أكيد يعني تبعية الوزارة قد لا تعطي الهيئة الاستقلالية التامة فيما يتعلق على الأقل بالخدمات التي تقدمها الوزارة. لكن طبعا إن شاء الله تعالى نحن متفائلون جدا، ونحن الحقيقة نشكر دولتنا الحبيبة على أنها أصدرت على الأقل هذا التنظيم وهذه الهيئة، ودائما يعني التحسين والتطوير وارد، لأن هذه الهيئة في شكلها الحالي كما قلت هي تتبع يعني أو يرأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ولها مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هو الذي يختار الرئيس التنفيذي، يعني الرئيس التنفيذي سيتم اختياره عن طريق مجلس الإدارة، مجلس الإدارة هو الذي يختار الرئيس التنفيذي وهو الذي يحدد المهام الأساسية لهذا الرئيس، وإن كان حددها التنظيم أيضا، وهو الذي يحدد مزايا والمستحقات لهذا الرئيس، وهو الذي يقيم أداءه إلى آخره إلى آخره. أيضا يعني في ملاحظة بسيطة على التنظيم الجديد، وهو أنه سمى هيئة الأشخاص أو هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية هذه طبعا هل المصطلح هذا من المصطلحات القديمة التي تم حذفها من النظام القديم ولم تظهر في النظام الجديد اللي هو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها ظهرت في التنظيم الأخير، وهي في الواقع مربكة لأنها يعني جاءت في النظام لكن لم يأتي لها تعريف واضح في المصطلحات. والرعاية كما تعرفون يعني معناتها أن الهيئة تقدم الخدمات بنفسها، وهذا ليس دقيق. فالهيئة كما يعني تم وضع تصور لها في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما نتصورها جميعا أيضا حتى في شكلها الحالي الذي صدر به تنظيم مجلس الوزراء، هذه الهيئة الجديدة هي في الواقع يا أخوان هيئة داعمة وليست هيئة راعية، بمعنى أنها لن تقدم الخدمات بنفسها، بمعنى أن الهيئة لن تعمد إلى إنشاء مدارس خاصة بذوي الإعاقة، أو تنشئ مثلا مستشفيات خاصة بذوي الإعاقة أو إلى آخره إلى آخره، وإنما سوف تعمد إلى دعم يعني الخدمات الموجودة حاليا لدى القطاعات المعنية، فسوف يكون دورها رقابي متابعة، وسوف يكون دورها أيضا الارتقاء بالجودة وكذلك الحوكمة ومتابعة القطاعات الحكومية والارتقاء بمستوى كم ونوع الخدمات المقدمة لهذه الفئات. فتتابع مع وزارة التعليم مثلا كل ما يتعلق بالتعليم، وتكون الهيئة معنية بالجودة والارتقاء بالأداء في هذا المجال، كذلك أيضا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك مع وزارة الصحة وغيرها. فالهيئة ستكون هي المظلة الكبرى التي تندرج تحتها جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. فهذه الهيئة نحن مثل ما قلت يعني حتى وإن كانت تتبع وزارة العمل، لكنها ترى على فكرة نص التنظيم على أنها مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وبالتالي نحن متفائلون جدا، ويمكن مثل ما قلت يعني إن شاء الله تبدأ الهيئة ويشكل مجلس إدارتها ثم تبدأ في العمل، ويمكن بعد ذلك المطالبة بتطويرها وتحسينها والارتقاء بأدائها كذلك. النظام الآخر هذا طبعا نظام النافذ وتحدثنا عنه، وهو نظام رعاية المعوقين في المملكة، والذي تم تحويله الآن أو تعديله إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعديل الحقيقة طال جميع مواد النظام، بل حذف مواد قديمة وأتى بمواد جديدة، وعدل تعديلات جوهرية، وأدخل أيضا تعديلات صياغية،
فيعني خرج ب 19 مادة قابلة للزيادة والنقصان طالما أنه لم يعتمد بشكل الكامل. فإن شاء الله متفائلين أيضا أن هذا النظام يوطن في الهيئة الجديدة ويصبح يعني لها يعني قدرة على أن تنظم هذا أو تعمل على تفعيل هذا النظام ليستفيد منه الجميع. النظام الثاني هو نظام جديد وليس نافذا، هو نظام جديد لأول مرة يكون في المملكة العربية السعودية بل في المنطقة الشرق الأوسط كلها، وهو نظام سميناه نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. قد يسأل سائل ما الفرق بين نظام حقوق ذوي الإعاقة ونظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الفرق بينهما كبير وإن كان يتقاطعان في بعض الأمور، لكن الفرق بينهما كبير. فحقوق نظام حقوق ذوي الإعاقة هذا في الواقع نظام عام في الفئات التي يستهدفها، فهو يستهدف يعني أو نظام خاص الحقيقة في الفئة، فهو يركز على فئة واحدة، نظام خاص بالنسبة للفئة التي يستهدفها، فهو يركز فقط على ذوي الإعاقة، هذا نظام حقوق ذوي الإعاقة، لكنه عام في المجالات التي يتطرق لها، فهو يتطرق إلى الصحة ويتطرق إلى التعليم ويتطرق إلى التأهيل ويتطرق إلى التدريب ويتطرق إلى الجوانب المالية والجوانب الوظيفية والجوانب العملية والجوانب الرياضية والجوانب الترهيبية، فهو خاص في فئته المستهدفة وعام في مجالاته المتعددة. أما نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فهو عكس ذلك، هو في الواقع يعني خاص في الموضوع، موضوعه فقط تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، خاص في موضوعه فموضوعه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه عام في الفئات التي يستهدفها، فهو لا يقتصر فقط على ذوي الإعاقة بل أيضا يشمل الموهوبين ويشمل أيضا يعني كل الفئات اللي لها علاقة بالتعليم، بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة حتى من مرحلة الولادة، من سن الولادة إلى إن شاء الله سن الشيخوخة، فهو في الواقع يستهدف كل الفئات، فهو يستهدف الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بدءا من سن الولادة حتى سن الخامسة، نهاية سن الخامسة، ويستهدف أيضا الطلاب والطالبات في المدارس في الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويستهدف الطلاب والطالبات أيضا في التعليم العالي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا، ويستهدف التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة للناس الذين أيضا يمكن فاتهم ركب التعليم أو يريدون أن يستزيدوا من التعليم بعد انتهاء المراحل الدراسية بكاملها، فهو فعلا شامل لهذه الفئات كلها، ومثل ما قلنا يشمل الموهوبين، يشمل ذوي الإعاقة، يشمل الفئات الحدية، الفئات البينية، الإعاقات الخفية التي ليست واضحة، كل من يتعلق، كل من هو له حاجة في أو يحتاج إلى فعلا خدمات متخصصة هذا النظام جاء له. عالج كثير من القضايا، تطرق إلى المناهج وما يتعلق بها وكيف أنها تكون المناهج العامة هي الأصل، ثم توجد أطر مرجعية وكذلك أيضا أدلة استرشادية وغيرها لهذا النظام. تحدث أيضا عن القبول في الجامعات وشروط القبول وما يتعلق بها، تحدث عن التقييم والاختبارات وما يتعلق بها، تحدث عن أولياء الأمور والأسر وحقوقها وما يتعلق بها، تحدث عن النشاط المدرسي والنشاط اللاصفي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقق تحدث عن جميع أمور كثيرة. هدفه الأساس هو أنه يوجد بيئة يتمتع فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم أسوة بغيرهم من الطلاب والطالبات العاديين في المدارس وغير ذلك. لذلك جاء هذا النظام شاملا وعاما. ما الذي حدث لهذا النظام بعد أن تم؟ طبعا هو علشان بس أرجع ثاني مرة، بالنسبة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الذي كان تعديلا لنظام النافذ، هذا صدر في سنة 1437 بالنسبة لمجلس الشورى، وكذلك أيضا نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة هذا صدر في سنة 1438 هجرية، كلها رفعت للمقام السامي، وننتظر التوجيه إن شاء الله بشأن النظامين ونحن متفائلون جدا. بالنسبة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مكانه الآن الهيئة التي تم صدور تنظيم بشأنها، فسوف يوطن في هذه الهيئة وستكون هي الآلية التي من شأنها بإذن الله تعالى أن تعمل على تفعيل هذا النظام. أما بالنسبة لنظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فهو في الواقع أساسا سيوطن
في وكالة، لأن النظام أيضا أوصى بأن ينشأ بوزارة التعليم وكالة خاصة بالتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، تجمع هذا الشتات الموجود الآن في الجامعات وفي المدارس وفي مدارات التعليم وغيرها. سوف يكون إن شاء الله هناك حسب النظام ما وكالة مستقلة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. قد يسألني سؤال، لماذا سميتوه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ولم تسموه مثلا التربية الخاصة وكذا؟ نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الشامل، فتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة Special Needs Education يختلف عن Special Education تماما، لأنه طبعا تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أشمل وأعم، وبالتالي اخترنا له هذا المسمى، ونأمل إن شاء الله تعالى عند صدوره أن تنشأ الوكالة المطلوبة ويوطن فيها للعمل، لأنه إذا كان هناك نظام ولم يوجد له يعني جهة يوطن فيها فهذه ترى تكون مشكلة، لكن وجود النظام أن يوطن في جهة معينة مثل هذه الوكالة أجزم بإذن الله تعالى بأنه سيكون له دور كبير. طيب، مثل ما قلت لكم يعني بالنسبة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سوف يوطن في الهيئة. بالنسبة لنظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا سمعت الحقيقة أن هناك نقاش في هيئة الخبراء بأنه قد يدمج مع نظام التعليم العام. نحن لا اختلاف على هذا، ما عندنا إشكالية، لكن المهم أن يكون يؤخذ بالمضامين الأساسية اللي فيه. وإن كنت أنا شخصياً واستطعت أن يقنع مجلس الشورى بهذا أنه يكون أن يكون هذا النظام مستقلاً عن الأنظمة الأخرى، وهو معني بفئة تحتاج بالفعل إلى الدعم والمؤازرة، ولنا في ذلك أسوة كثيرة. نحن تربينا على دراسات علمية، وبنينا كذلك أيضا على تجارب عالمية. فالولايات المتحدة الأمريكية فيها كما يعرف الزملاء ايديا اللي هو The Individuals with Disabilities Education Act، واللي صار بعد Education Improvement Act في الأخير، هذا نظام مستقل خاص بالتعليم فقط لا غير، مع أنه موجود في أمريكا تعرفونه IDA Americans with Disabilities Act. فإحنا صراحة نود ونتمنى وسوف نعمل كل ما في وسعنا بإذن الله تعالى أن يخرج هذا النظام مستقلا، وأن ينهض بمستوى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يحقق لهم إن شاء الله الطموحات المطلوبة. والله يا أخوان إن هناك معاناة كبيرة في المدارس، الله الذي يعلمها، يعني في مدارس أحيانا تغلق وأولياء الأمور في حاجة إلى أن هذه المدارس تبقى، في مدارس لا تقبل ذوي الإعاقة وتصر على أن المكان الطبيعي لهم المعاهد وغيرها. هذا النظام إن شاء الله سوف يكون وثيقة يحملها ولي الأمر معه أو الطالب، ويأخذ بها حقه بإذن الله تعالى. وفي هذه البلاد الحبيبة الله يحفظها ويرعاها التي وفرت لنا جميع الإمكانات، أنا متأكد أنه بوجود الأنظمة والقوانين سوف نعمل على العمل، أو سوف نرقى بالعمل عندنا في المملكة العربية السعودية من الاجتهادات الفردية التي تتأثر كما تعلمون بتأثر من يعمل في هذه القطاعات. وبالتالي يعني أشخاص استأذن استأذن الدكتور ساختم دكتورة ساختم، بس أعطيني دقيقة واحدة ساختم أبشر إن شاء الله. فبالتالي سوف نسعى بإذن الله تعالى من خلال هذين النظامين، النظام المعدل والنظام الجديد، إلى الارتقاء بمستوى العمل في مجال الإعاقة من الاجتهادات الشخصية التي تعتمد على الأشخاص، تذهب وتأتي مع الأشخاص إلى عمل مؤسسي يستمر له الدوام والشيء الديمومة. ودي بس فقط دكتور نور تأذن لي أقول كلمتين حول موضوع الفئات المستهدفة. أنا إحنا بنينا هذا النظام على أساس على الأساس التالي: أولا أن الإعاقة أيها الإخوة والأخوات ليست عجزا وفاقة، ولكنها إبداع وطاقة. الأمر الثاني أن كل ذوي الإعاقة مهما اشتدت ومهما تعددت إعاقاتهم هم قابلون للتعلم، على اختلاف واضح في كم وحجم هذا التعليم. أخيرا، إن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ من الإنسان شيئا عوضه شيئا خيرا منه. واستمعوا إلى هذين البيتين الجميلين اللذين أو المنسوبين إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنا دائما أختم حديثي بهما: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وقلبي غير وخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أستاذنا الدكتور ناصر كما عودنا، بارك الله في جهودك دكتور. السكند سبيكر السيد فرانسيس أرقال. السيد أرقال طور نشاط مهني في مجال بيئة العمل والماكينة الحيوية وإمكانية الوصول ومفهوم التصميم للجميع.
المنتشر في نطاق واسع من قبل مؤسسة التصميم للجميع، والذي يعد مؤسساً لها ورئيسها، وهو أيضاً المدير العام لبرو إي سلوشن، وهي شركة استشارية تقع في برشلونة بروترو، وتطبق الشركة مفهوم التصميم للجميع على الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ومشاريع النقل من بين مجالات أخرى، وهو أيضاً راعي مركز برشلونة للتصميم كتالونيا، وعضو المجلس الاستشاري الاجتماعي، ويعمل في مجلس الرابطة الدولية للتصميم العالمي باليابان، وهو محاضر في العديد من دورات الدراسات العليا، وكذلك متحدث في المؤتمر الدولي، وهو مؤلف للعديد من المنشورات في مجال التصميم للجميع. Now I would like to invite Mr. Frisco Ergel to present his paper and within 15 minutes, please. Thank you. You can start now. Now? Okay. Assalamu alaikum. I would like to tell you that I feel very honored being invited here. Also very thankful for the warm welcoming of the organization, and also to my friend Mukhtar Al-Shibani from Almodóvar, who proposed my name for being here today. I will talk about a way forward to design cities for everyone. And I will start with the principles and criteria to mainstream universal design. Maybe some of them you know them. Equitable use, including with respect to diversity, like height seats in the cinema for children or enough space in the planes. Flexibility in use, where ticket machines can be used by everyone despite height or abilities or vision impairment. Simple and intuitive use, the ones of you that have been in Ankara would remember how it is to call a taxi when mobile phones didn't exist. Perceptible information, like this model in Berlin that displays the shape of the city, or the excellent wayfinding in Dubai to realize from the shopping mall where's the metro. And tolerance for error, like these barriers and this recessed crossing that prevent you from crossing in red light. Low physical effort, like this button to open the door automatically. Space and size enough to approach and use these spaces, like in the toilets. But today, at least four other principles should be added. The principle of seamless access between places. I mean, we should guarantee that to go from one way to another, one place to another is easy and without discontinuity. The affordability, because nowadays our previous speakers have been talking about technology, but technology should be available. People should have the possibility to purchase it and to afford it. Sustainability as well, like the electrical vehicles, the use of bicycle to go to the school instead of cars, something that will come slowly, but will come, and respect for cultural diversity as well. Today, to mainstream accessibility, we should consider that all users of spaces or of the built environment should use buildings in the same way. The time for separate access for disabled people and people without apparent limitations is over, and everybody should use the same kind of entrances, etc., where in fact happens in most of the shopping malls. Because it's very important to remember that access to places is like a chain, where if one of the links is broken,
then all the Chinese ruin, the Chinese useless. Then it's important to review all the steps that a user will follow to guarantee that this person finds his way, the way is accessible, and the person can achieve the final destination. In the same way that we have also in Saudi Arabia and many other countries, buildings that were erected when we used candles, and these buildings now have been adapted to electricity, and they have bulbs and lighting, electrical lighting. In the same way, it's normal to retrofit these buildings to make them accessible for all citizens. Therefore, also talking about public space, it is necessary to provide comfortable spaces for pedestrians, that is, flat and not slippery surfaces, no big slopes in the way, enough space to move, aligned urban furniture, tactile references, places to rest and shade path, like this example in the screen from the Sharjah market that I like a lot as a good example of good universal design. Also, smart lighting and communication to easy people to navigate the city. Today, for all of us, including people with disabilities and other people, the use of the phone is a basic requirement, and we should guarantee the availability of Wi-Fi everywhere. Easy to use public transport, being boats, trams, personal vehicles, and for sure the new vehicles that will come. And we can have very nice low floor buses, but if the bus don't approach the sidewalk, accessible bus is useless. Then we should guarantee this good link between the space and the vehicle. Then also reliable pavements that are flat and slippery, chewing gum and spot resistant, and silent when bicycles or wheel luggage circulate, and also it prevents disturbing vibrations in wheelchair users. Safe and accessible crossings. Here I'm showing you a crossing that we design and is widely installed in some parts of Europe, consisting in a crossing that is ceramic, is not paint, and therefore it has some shapes that help blind persons to find their way, also assisted with acoustic traffic lights that are activated when the blind person is there. But although these principles are very important, the implementation process should not be neglected, and the experience shows that good intentions are not enough. In fact, the previous speaker have referred a bit to this. There's a need to design and implement a system that undertakes this required task. To make a city for all, there are only three things to do. One, to design everything new in an accessible way. The second is to maintain everything that is accessible as such. And the third is to retrofit everything that is not accessible. Halas. This is the only three tasks to undertake. But it's not that easy. We need to develop a process consisting on raising awareness, on the commitment at highest level, to analyze the gap between the reality and the desired situation, to review the legal framework and enforcement measures, to design of enforcement and monitoring, to train people and employees and professionals, to monitor the process, watching at new projects, maintenance and retrofitting, and finally, to evaluate them. When we talk about awareness,
is this idea that all members of society should be progressively aware of the need for accessibility and design, universal design to promote social integration. I can tell you that from my point of view, Japan in that sense is the country more advanced. And according to statistics, 70% of the population knows what is universal design, and children in primary school already teach about this. Then the commitment. We need a clear commitment at highest level of the country that should be taken to improve the actual situation. I think this is the case for Saudi Arabia as well. And then to look at the gaps, to analyze the obstacles that makes difficult that what is in paper is transformed in a reality. Then the legal framework inconsistencies, the professional capacity in the design phases, the professional capacity during the works, during the maintenance, the consistency of control and enforcement measures, and the gap between the existing built environment and the desired one. In this drawing that I'm show you from a GIS system from the city of Toulouse, where we analyze all existing barriers in the public space. Then we need to review the technical standards and the definition of enforcement procedures like control, grants, sanctions. To give you an example, in Barcelona, the administration, local administration, financed up to 60% the installation of elevators in housing. This is not because we are very wealthy. This is because we like to save money. When you install an elevator in a house, you save a lot of funds of social protection because people is independent longer. Then, design of enforcement and monitoring measures. According to these newly defined standards and enforcement measures, we need to define an action plan, bodies in charge, responsible staff, procedures, and administrative tasks. In these images, you show, I show you two examples from Dubai, where in the new building code for accessibility, they have included the requirement for adding in projects both a drawing about distances to toilets, exit, etc., and also a drawing for wayfinding inside buildings. Then the training is very important. The training needs should be identified for all involved personnel, administration staff, inspectors, design consultants, responsible staff for building maintenance, etc. Also here we have an example from Dubai where technicians from different administrations and public bodies were trained, and finally we were all together evaluating a bus station at the end of the training. Then, monitoring new projects, maintenance and retrofitting. Mr. Francis, 3 minutes, please. Yeah, okay. According to new defined monitoring process to ensure that all new projects, maintenance and procedures fulfill the requirements. And I show you an example from Barcelona, how in a school building that is an heritage building, we manage to make it accessible without damaging the image of the building. You see in the left hand you have windows, and in the right hand you have doors with ramps. Or also in Singapore, how they install shade areas to reach the public transport without suffering from the sun and rain. And finally, the evaluation. Based on these predefined indicators in the action plan, evaluate the evolution in the report. This is the example of one of the indicators developed for Dubai. Well, through all this process, I mean, this legal framework, coordination, enforcement, retrofitting,
capacity building and raising awareness, we may be able to make flourish a society that is open to diversity, it is innovative, to create user-friendly public space that is inclusive, and also being a welcoming destination for tourists. Shukran. Thank you, Mr. Francis, for good information. المتحدث الثالث الشيخة عالية بنت حميد القاسمي. والشيخة العالية تقدم نموذجا متكاملا لشخصية المرأة الرائدة في مجال القيادة في الحكومة والحياة بشكل عام، حيث تجمع بين حزمة واسعة من الخبرات والمعارف العلمية والعملية والمهارات الإنسانية والحياتية. وتشغل الدكتورة عالية منصب خبيرة التنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بعد أن عملت مديرة تنفيذية لقطاع التنمية الاجتماعية والرعاية، حيث ترأس محور الحماية الاجتماعية وتشرف على تنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة دبي، كما تمارس مهنتها كطبيبة، وقد تولت مناصب مديرة إدارة التعليم الطبي وتطوير العمل بالهيئة. وشغلت عدد كبير من الأنشطة والفعاليات، ومثلت المرأة الإماراتية في كثير من المجتمعات، ولها نشاطات متعددة يمكن التعرف عليها عن طريق سيرتها الذاتية. والآن يشرفني أدعو الدكتورة الشيخة عالية القاسمي لتقديم ورقتها بعنوان مجتمعي مكان للجميع، حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي من الالتزام إلى التطبيق. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً أختي على المقدمة. في البداية حاب أني أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير سلطان بن سلمان آل سعود ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والقائمين على هذا المؤتمر. طبعاً نشكركم على الدعوة، ويشرفنا أن نكون معاكم اليوم وننقل لكم تجربتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دبي، إمارة دبي بالأخص. طبعاً إحنا في دولة الإمارات عندنا النظام الفيدرالي، وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء رأس المال البشري وبالترابط الاجتماعي لتحقيق الريادة والتنمية المستدامة. ومن الأمور الواضحة طبعاً في 2017 بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تم تعديل اسم ذوي الإعاقة وسماهم أصحاب الهمم لإيمانه بالهمم بهممهم العالية وقدراتهم اللي يعني يتمثلوا بها. هذه نبذة سريعة عن محتوى البرزنتيشن اللي بقدم لكم إياه إن شاء الله. I'm sorry for the English speakers, excuse me, but I will be doing my presentation in Arabic. طبعاً الإمارات عبارة عن سبع إمارات، الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن سبع إمارات، وبتكلم أنا هني بصورة خاصة عن إمارة دبي. إمارة دبي تعتبر الإمارة الثانية من حيث المساحة وعدد السكان، واستقبلت أكثر من 15 مليون سائح خلال عام 2016. وتشير التقديرات السكانية في عام 2016-2017 إلى وجود حوالي 3 مليون ساكن، منهم 0.8 من أصحاب الهمم، أي ما يعادل 24 ألف شخص. هذه النسبة تتوزع بين 3.2 منهم إماراتيين و0.5 غير إماراتيين. طبعاً عندنا التوجه الحكومي الاتحادي في عام 2006 صدر القانون الاتحادي رقم 29
لحماية حقوق ذوي الإعاقة. ومن بعدها الدولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى أساسها تبدأ تعديل هذا القانون. وفي عام 2017 العام تم إطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. طبعاً مخرجات السياسة ركزت على ثلاث أشياء أساسية: أولاً اعتماد تسمية أصحاب الهمم، ثانياً تعيين مسؤول خدمات أصحاب الهمم في كافة المؤسسات الخدمية، وتأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم. هذا المجلس يحتوي على يضم ممثلين من الجهات الحكومية والمحلية والأفراد من ذوي الإعاقة نفسهم وأسرهم والجمعيات اللي تناصر بحقوقهم. هذا كان بالنسبة للتوجه الاتحادي، وإحنا في إمارة دبي طبعاً نوائم التوجه الاتحادي. وأولت القيادة الرشيدة طبعاً اهتماماً خاصاً بقضايا أصحاب الهمم من 2012، ومنها تم وضع سياسة لأصحاب الهمم ورسم خارطة الطريق. هاي السياسة رسمت لنا خارطة الطريق من ناحية سياسة حقوق أصحاب الهمم، تم تحديد التوجه المحلي موائمة مع التوجه الفيدرالي، وتم إطلاق مبادرة مجتمعي مكان للجميع، وهذه عشان يكون في الحضور القيادي وكسب تأييد أفراد المجتمع. وتم إصدار القانون المحلي رقم 2 وتشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال هذا الشيء تم توضيح الأدوار والمسؤوليات. ومن بعدها إطلاق استراتيجية دبي للإعاقة 2020 لتفعيل ما جاء في السياسة والقانون. سياسة حماية حقوق أصحاب الهمم اللي تم العمل عليها هي طبعاً نظام متكامل وشامل يضمن حماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، وركزت على ثلاث أشياء. يعني مخرجاتها ركزت على ثلاث أشياء رئيسية: ضرورة وجود الإطار التشريعي، وأنه يكون إطار واضح، منها اللي هو مش مجرد بس عندي قانون ولكن تفعيل بنود القانون هي الأهم، ومنها جاء بتفعيل بنود القانون الاتحادي وإصدار القانون المحلي رقم 2 لعام 2014 لسد الفجوات، و يعني يضمن الحماية بناء على ما جاء في تدابير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان ضروري بعد وضع برامج استراتيجية متكاملة، وهي اللي نصت عليها استراتيجية دبي للإعاقة 2020، كان لها 5 محاور رئيسية: البيئة المؤهلة اللي زميلنا شوية خد يعني examples منها، وأنا كنت فخورة جدا أني أشوف أن دبي is a reference to your examples, thank you very much. البيئة المؤهلة، التعليم، الصحة، التأهيل والعمل والحماية والاندماج الاجتماعي. ومن بعدها كان ضروري يكون عندنا إطار حوكمة واضح للجميع، فتم تشكيل اللجنة العليا وبتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي، ومنها نتج بعد فريق تنفيذي لضمان تطبيق هذا النظام. مبادرة مجتمعي مكان للجميع أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر عام 2013، وتهدف هاي المبادرة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020. طبعاً يعني يشارك صاحب السمو بنفسه بعد عشان يسلط الضوء أن الحكومة مهتمة بفئة أصحاب الهمم في المجتمع، وأن المجتمع المفروض من بعد يعني يكسب التأييد هذا والمشاركة الفعالة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعني حصولهم على حقوقهم هي مسؤولية الجميع. من بعدها طبعا في الصورة هذه لو تلاحظون الشيخ حمدان اللي جالس على الكرسي الأمامي، والباجين الفريق كان من مدراء العموم والمسؤولين مشارك وأصحاب الهمم في كرة السلة هذه
عشان كل واحد يعيش الدور ويحس يعني بالمسؤولية هذه من أرض الواقع. مبادرة مجتمعي مكان للجميع تم إطلاق مبادرات، خلنا نقول مجموعة من المبادرات سريعة التطبيق في خلال 100 يوم، ومنها طلعت مبادرات كان لها أثر كبير، حقيبة سند لتدريب مدربين على كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، فيها الأتيكيت وأسس يعني أسس التعامل معهم، مركز سند للتواصل وهو مركز للترجمة الفورية للغة الإشارة ولكن أكسسبل للإعاقات كلها، وبطاقة سند اللي هي بطاقة تعريفية للأشخاص من ذوي الإعاقة. قمنا بكون إن إحنا بغينا المجتمع يكون معانا في كل خطوة، قمنا بمشاركة القطاع الحكومي شبه الحكومي والخاص في تقديم تسهيلات وخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال هاي البطاقة التعريفية. وبالإضافة هي كانت بعد أداة خلنا نقول لبناء سجل لأصحاب الهمم. تكلمنا عن الإطار التشريعي، عندنا القانون رقم 2 لعام 2014 لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. طبعا أهداف القانون كان توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتعهم بحقوقهم، تعزيز احترام كرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة، حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وجعلهم عنصرا فاعلا فيه. طبعا غطى متطلبات هالقانون، غطى متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي مع الأمم المتحدة، ويتوائم ويتكامل مع التشريعات الأخرى المعمول فيها على المستوى الاتحادي، وتم إعداده مع بالشراكة مع الجهات المعنية. وأهم شيء أن هذا القانون والاستراتيجية وضعوا بالتشاور مع الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم. نذكر الدكتورة الثلاث دقائق لو سمحتي. عفوا. ثلاث دقائق إن شاء الله. وحاليا نحن في يعني في صدد اعتماد لائحته التنفيذية. طبعا اللجنة العليا هني نتكلم عن الحوكمة، اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم يرأسها الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومدراء العموم، والأخ ماجد العصيمي طبعا من ضمن اللجنة العليا كشخص يمثل أصحاب الهمم. استراتيجية دبي للإعاقة مثل ما قلنا تمحورت لها خمس محاور، احنا بس عشان الوقت، خمس محاور: الحماية الاجتماعية، البيئة المؤهلة، التوظيف الدامج، التعليم الدامج، الصحة والتأهيل. المنهجية كانت ان اصحاب الهمم هم اللي يقودون هذه الاستراتيجية ويكون لهم تمثيل في كل برامجها ومشاريعها، والاستفادة من الخدمات بدون تمييز، وحملات توعوية شاملة للمجتمع، وإضفاء الطابع المحلي على أفضل الممارسات والخدمات ذاتية التوجيه، so self-directive initiatives. الممكنات عندنا طبعا كانت البحوث والابتكار، التدريب والتعليم، الحوكمة وإطار العمل والتمويل. أحب أشارككم مخرجات هاي الاستراتيجية. تم اعتماد سياسة التوظيف الدامج، اعتماد سياسة التعليم الدامج، التأهيل الدامج، والحماية الاجتماعية. حاليا نحن نعمل على مشروعين كبار، منها مراجعة منظومة الخدمات والمنافع لأصحاب الهمم وأسرهم في إمارة دبي، ونعمل مع الجهات المعنية لوضع سياسة لتضمين الإعاقة في خطط الأزمات والكوارث. اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في أصحاب الهمم وإيمانها أنهم جزء من بناء المستقبل، فهي ضمنت الإعاقة في الأجندة الوطنية من ناحية التوجه نحو الابتكار، الخدمات الذكية، البيانات المفتوحة، واستشراف المستقبل. وبعض الدراسات بدون الحصر عندنا اللي احنا حاليا قايمين بها، المسح الاجتماعي لإمارة دبي، وهذا نقوم به مع مركز الإحصاء كل سنتين، والدراسة النوعية حول قضايا واحتياجات أصحاب الهمم، وهذه تحتوي على جلسات بؤرية مع أصحاب الهمم نفسهم والمعنيين، والدراسة الكمية حول أوضاع الموظفين أصحاب الهمم اللي اعتمدنا عليها كثير في سياسة التوظيف الدامج، وسجل سند لأصحاب الهمم. كما حاليا تقوم الأمانة العامة المجلس التنفيذي بإعداد مسح الاندماج الاجتماعي اللي هو الـ MDS.
إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقائه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات. وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات. هذه كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وبها أختم عرضي، وشكراً على حسن استماعكم. نشكر سمو الشيخ عالية القاسمي على هذا المعلومات القيمة، ولا يسعنا في نهاية اللقاء إلا أن نبدأ بنشكر المتحدثين، أستاذنا الدكتور ناصر الموسى، مستر فرانسيسكو أرجال، الشيخة عالية القاسمي، ونظرا لانشغال القاعة بالافتتاح فنعلن لن يكون هناك أسئلة لانشغال القاعة بالافتتاح. شكرا جزيلا.